قصفت القوات الإسرائيلية بالمدفعية والطائرات الحربية أطراف بلدات عيترون وبليدة ومارون الراس راميا والقوزح ودير ميامس جنوبية لبنان. هذا ودارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الجيش الإسرائيلي في موقع المالكية وعناصر من حزب الله في عيترون بحسب وسائل أعلام لبنانية. وكان حزب الله قد استهدف بعد ظهر اليوم موقعي البياض والمالكية إضافة إلى ثكنة أفيفيم بالصواريخ المضادة للدروع، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط 4 صواريخ في مناطق مفتوحة قرب كريات شموني في الجليل الأعلى. هذا ورصدت العديد من الدبابات الإسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية أمس. كما نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لما قال إنها ضربات في لبنان وفي منطقة مزارع شبعة.